احتفل مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز بمديرية الشمايتين بتكريم أوائل الطلاب والطالبات بالمديرية. التفاصيل في سياق التقرير الذي أعدته الزميلة نعائم خالد. برعاية مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز ومدير عام مديرية الشمايتين، أقيم في مدرسة خالد بن الوليد شوحط ضياء الرقية بالشمايتين حفل تكريم الأوائل والمبرزين للصف الأول للعام الدراسي 2021 كأول احتفال في الريف تعز والشمايتين يهتم بأوائل المبرزين. اهتمامنا بالعلم وتشجيعنا للعلم هو تسليح أبنائنا لمحاربة الأفكار المنحرفة والأفكار الضالة والتحرر من العبودية ونقل اليمن إلى مرحلة متقدمة، يمن آمن حر منها. ولذلك نعلن من هذه المدرسة ومن الحجرية دعمنا للتعليم ودع لتزويد طلابنا وتسليحهم بالعلم والمحرفة. الهدف من المشاركة في المهرجانات هو إبراز دور التعليم وضد الجهل، لأن التعليم هو بالأساس يبني ويرفد المجتمع ويرفد الجبهات بالمتعلمين حتى لا يشوه صورة الوطن وصورة الدين. فنحن هنا دورنا أن نقوم ب تشجيع العلم وتشجيع المبرزين على أساس أن يكون حتى لا يشوه سمعة الوطن وسمعة الدين. أطفال تعز يبدعون روم الحرب والحصار، وريفها غني بأجيال قادمة للبناء. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.